مواقع التواصل الاجتماعي أنه كانوا 4 تاع الصباح ل 5 تاع الصباح وهما مازالهم في عملية انتشال الضحايا، فهل يعني على بالك كيفاش يعني البرنامج اللي كانوا يعملوا به تماك في سوريا وتركيا؟ هما كانوا يعملوا تماك توجد بالتنسيق مع الحماية المدنية. الحماية المدنية عندهم ليكيب تاع بالكيلة تاعهم، هما يحوسوا الناس وين يشكوا بلي كاين ضحية تماك، يجوا ديريكتومون ليكيب كاع هم يعاونوا باش يجبدوا الضحية هذه. وما عندهمش وقت كابابل 4 تاع الصباح 5 تاع الصباح، كانوا في عين المكان 24 ساعة على 24، كانوا اتو مومون راهم اوبيراسيونالهم ديسبونيبل باش يخدموا. كانت هي الخدمة كانت بوكو بلوس بالتنسيق، باش يخدم وحده ما يقدرش، ما يقولوا يد وحده ما تصفق، كانوا تماك لازم يكون تنسيق. كان تنسيق مع الحماية المدنية الجزائرية بيان سور، راحوا بعثة واحدة، كان تنسيق مع الجيش السوري والهلال الأحمر العربي السوري.